أصدقائي في قناة العافية التقنية، أسعد الله أوقاتكم في كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أبو لارا من قناة العافية. ننتقل إلى سلسلة الفيديوهات اللي عم نحكي فيها عن تطبيق AI Builder. راح نحكي اليوم عن كيف تعمل مقالات بشكل سريع على هذا التطبيق، بحيث أنك أنت ما تحتاج تشوف حدا على خمسات يعمل لك مقالات وتتأرشف من نتائج البحث بكل سهولة. تمام، طبعا في صوت عصافير حوالي. المهم، أول شيء بدك تروح على جوجل بلاي، تكتب AI Builder، بتروح على هذا التطبيق اسمه AI Builder Dash AI Writing Tools. بعد ما تدخل على التطبيق صديقي، تعمل حساب عليه بشكل طبيعي. تمام، بدك تعمل مقالات صديقي، صدقني صدقني صدقني، لو انت رحت على خمسات وبدك تعمل مقالات، اقل واحد حيطلب منك على كل مقال $5. اقل واحد يعني بده يقول لك بدك 10 مقالات حاخد منك $30. وانا مجرب، انا من الناس اللي بنجرب، فلذلك قدمنا لكم هذا التطبيق بحيث انك انت تعمل مقالات خاصة للناس اللي مواقعها متأرشفة بجوجل ومتوافق عليها بادسنس. تعرفوا بادسنس لما تعمل موقع ويتوافق عليه بادسنس، كل ما حطيت مقالات، كل ما انت الناس عم بتشوف هاي المقالات، كل ما انت الناس عم تربح من ادسنس. تمام، بنروح على تمبلت، بتروح على اللي هي ارتكل اند بلوج، في عندك كذا واحدة، عندك كتير أمور أنت ممكن تستخدمها. نروح على Article Writer، هون بتسميها مثلا مقال، عفوا مقال الربح مثلا من التطبيقات. طيب هون بقول لك شو بدك يكون اسم المقال أو التايتل أو العنوان، تكتب له الربح من التطبيقات. هون بقول لك شو بدك الكلمات المفتاحية اللي تكون موجودة بالمقال، بتقول له التطبيقات مع فاصل، انتبه الفاصل مهم جدا، تقول له الربح من التطبيقات كمان فاصل، وهكذا دواليه. بدك تحط له كلمات مفتاحية بحيث تكون يرشف لك اياها حسب بحث جوجل، والمقال تبعك ينقرأ من كتير ناس، وهيك انت عم تربح من ادسنس. هون بقول لك قديش بدك المقال، كم كلمة، قول له انا بدي اياه 500 كلمة. ومع العلم صديقي، اذا رحت على خمسات قلت له بدي مقال 500 كلمة، حياخد على كل مقال منك $5 اقل شيء، او $3. بينما احنا بالتطبيق عندنا $5 بيعطيك 5000 كلمة. تخيل انت معي 5000 كلمة، يعني انت فيك تعمل من 5000 ما يقارب، خلينا نقول لو قلنا 500 مقال ب 5000، يعني انت ما يقارب فيك تعمل 50 مقال، 50 مقال او 500، نعم 50 مقال. تمام، انا بدي اياه بإيموجي، بعمل له جنريت. شوف السحر يا عزيزي، شوف السحر يا عزيزي، كيف احنا بسطنا لكم الموضوع، كيف انك انت تعمل مقالات بشكل سريع وخلال ثواني معدودة عن طريق التطبيق. نستنى شوي لانه عم بيعمل لك جنريتنج للمقال. صدقوني اصدقائي، مثل ما عم بحكيكم، لو بدك تروح، خلينا انسى خمسات، لو بدك تروح على فايفر، انت عندك موقع باللغة الانجليزية، واحنا بنعرف الموقع باللغة الإنجليزية المتأرشف بأدسنس تعمل مقالات باللغة الإنجليزية، النقرة باللغة الإنجليزية بأدسنس ممكن توصل معك $30 $40 whatever. فهون التطبيق بعمل لك مقالات حتى باللغة الإنجليزية تتأرشف ب جوجل بلاي. شوف مثلا أعطاني إياه بالإنجليزي، تمام هو اعطاني اياه بالانجليزي. اقول لك ليش، انا اغلطت هون، ما حطيت له اياه بالعربي، تضغط هون بقول له يا لا انا بدي اياه بالعربي، احط جنريت،
شوف السحر يا عزيزي، شوف السحر، شوف قديش هالتطبيق هيجيب لك ارباح بالهبل. ومش بس هيك، يعني انت ممكن تروح تقدم خدمة، تروح على خمسات، تروح على فايفر، بتقول له يا فايفر انا بدي اقدم خدمة مقالات باللغة الانجليزية، شو ما كان موضوعها، كل مقال ب 500 كلمة ب 5 دولار. وانا متأكد ومليون بالمية، انا لو عندي وقت، انا ابو لارا لو عندي وقت نقدم هاي الخدمات على مواقع الفريلانسر، ومن التطبيق بجيب الكلام، ما في داعي يعني اخترع اصنع. ليش؟ ما هو انا في عندي تطبيق بجيب لي هذا الامور، انا في عندي تطبيق بجيب لي هاي المقالات، ما في داعي افكر واجيب وبحط كلمات مفتاحية بالمقال لا 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 لا، انا عندي تطبيق بجيب لي هاي المقالات جاهزة على طبق من الماس، بروح بقدمها كخدمات على خمسات، بقدمها على فريلانسرز، مواقع الفريلانسرز، موقع فايفر، موقع خمسات، اب تو وورك. يعني صدقوني اصدقائي، انا لو معي، لو عندي وقت وبقدر يعني التزم مع العملاء على هاي المواقع، كان انا بديت بهذا الشغل الاونلاين. ولكن انا ما عندي وقت، انا عندي اكثر من شغلة شغال فيها. فلذلك اصدقائي، نصيحة صحيح، نصيحة من ابو لارا، إذا أنت عندك وقت تقدم هاي الخدمات وعندك هذا التطبيق بيعمل لك هاي الخدمات. يعني أنت لو اشتريت ب 5 دولار 5000 كلمة ورحت قدمت هاي الخدمات على خمسات، خليني أقول لك على كل مقال أخذت 5 دولار. طب ما أنت عم بتطلع أرباح بالهبل ب 5 دولار أخذتها من هذا التطبيق بس، ولكن أنت مقابلة عم تعمل مقالات ب 30 دولار، يعني أنت ربحتك 25 دولار. إذا عملت 10 مقالات ب 30 دولار، انت ربحتك 25 دولار. فلذلك اصدقائي انصحكم نصيحة من ابو لارا، اشتغلوا هذا الموضوع وصدقوني، صدقوني انتوا الكسبانين. انا ما فرقان معي، حبيت تحمل التطبيق، حبيت تشتري الكلمات، ما حبيت، والله العظيم عادي جدا، عادي جدا، الحمد لله رب العالمين، الله ناعم علي من فضله، تمام. ولكن انا بدي افيد الناس اللي بتشتغل اونلاين، اللي بتشتغل اونلاين. طبعا طول هو شوي لانه باللغه العربيه، خلينا نعمل بوش للفيديو، بنرجع لكم اصدقائي نفرجيكم كيف طلع معنا المقال. طبعا اذا طول لانه باللغه العربيه بطول شوي، مشان انت ما تقول لابو لارا انت خدعتنا. باللغه العربيه لانه هذا ذكاء اصطناعي، اللغه العربيه بطول شوي مش زي اللغه الانجليزيه، زي ما شفتوا باللغه الانجليزيه دغري اعطانا مقالات، تمام. خلينا نوقف الفيديو شوي ونرجع لكم. شوف يا عزيزي، شوف هاي جاب لنا مقال باللغة العربية مع ايموجي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا تطبيق اي اي بيلدر، شو انك فنان. شوف اعطاك مقال باللغة العربية، حيتأرشف بنتائج البحث مليون بالمية، تمام. شوف شو بحكي لك، الربع من تطبيقات كيف تحقق النجاح. يعني هاي اذا انت بتحط عنوان بمقالك، انا متاكد مليون بالميه حيفوت عليه كتير ناس وحيتارشف بنتائج بحث جوجل مليون بالميه. هناك العديد من الطرق التي يمكنك الربح من التطبيقات، ولكن عليك التعرف بلا بلا بلا. المهم، فالفكره وين صديقي؟ الفكره انك انت تقدم هاي الخدمات على مواقع الفريلانسر، ما في داعي تخترع، ما في داعي تروح تقول لحدا مشان الله تعي اكتب لي مقال وانا عندي موقع وانا عندي خدمات بقدمها. هذا الموقع تطبيق بيجيب لك هاي الخدمات بكل سهولة، بتعبيها صديقي وبتقدمها على خدمات الفريلانسر. او اذا انت عندك موقع او عندك بلوجر وحابب تعمل مقالات وتتأرشف بنتائج البحث، هاي عندك هذا التطبيق بيعمل لك المقالات بكبسة زر، متأرش بنتائج البحث بكل سهولة. طبعا انت بدك تضيف بس بالمقال نفسه هون كم صورة، تعمل له كوبي، طبعا بعد ما تعمل كوبي للمقال تعمل له هيك، بعد ما تعمل له كوبي بتروح على الوورد بريس او على بلوجر، بتضيف لك كم صورة لحتى يعني تدعم مقالك والناس ضلت تفوت عليه، وتفوت على مقالات ثانية طبعا انت حتنشئها عن طريق التطبيق. هاي هي اصدقائي فكرة الفيديو لليوم، انك انت كيف تكتب مقالات باللغة العربية او باللغة الانجليزية على تطبيق AI Builder. طب انا مثلا شوف، لاحظ انت هون عندك لستة المقالات اللي كتبناها، مثلا انا بدي مقال باللغة الانجليزية، نفس الشيء
تروح على ارتكل رايتر. طبعا في عندك امور كثيره، امور كثيره فيك تعملها. انا ما حفوت على كل وحده، لانه اذا بدي اعملها بالفيديو حيقعد نص ساعه اقل شيء لهاي الامور الكثيره. يعني شوف مثلا عندك لاندنج بيج، لاندنج بيج مهمه جدا جدا، خاصه للناس اللي بيعملوا لاندنج بيج. الناس بيعرفوها اللاندنج بيج، هي عباره عن مطب هبوط لموقعك او لصفحتك، فهذا بيعطيك عنوان لللاندنج بيج وامور كتير تحطها باللاندنج بيج. فكتير كتير امور عندك. اس اي او ميتا تاجز، يا سلام. يعني انت عندك بدك تحط مقال زي ما حكينا، هذا بيعطيك الميتا تاجز اللي بيشتغلوا بالمواقع بيعرفوا شو هاي الميتا تاجز. فالمهم انا ما هشرح كل واحدة منهم لانه اذا هيك حطول كتير، هننتقل على فيديوهات تانية ان شاء الله. بتمنى اكون فدناكم بالشرح، وننتقل للفيديو اللي بعده هو كيف تستفيد من التطبيق بشغلك على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.